السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدرس الدكتور زين عياد الوردي. موضوعنا في مادة النحو لهذا اليوم هو مشني ميهب بوعد، مكملات الفعل همسة المفعول به خليك ألف. الجزء الأول من موضوع المفعول به مشني ميهب بوعد، متممات الفعل. الهب بوعد يخول يمله الضريف خلكي دي بورشونين فهم مشني ميم متأريم أوتو مبخينوت شونوت. يمكن أن يضاف إلى الفعل أجزاء مختلفة من الكلام وهي تكمله وتصفه من نواحي مختلفة، كقول إخ نعستها بعولة لآن مدوع على يديني لمي بعود، مثل كيف تم العمل إلى أين لماذا بواسطة من ولمن وغير ذلك. مشتيميها بوعلهم مكملات الفعل يمكن أن تقسم إلى قسمين، القسم الأول هو هموسا المفعول به، والقسم الثاني هو هجي أوريم الظروف. همسة المفعول به وخيلك همشباط شي إلا بعوفيرت هبعولة بناسو. همسة نتان لهيو تشيم كنو يقوف أو شيم تؤر. هفونكاتسيا شيل همسة هي لتأير تلت مكبيل هبعولة. إذن هو جزء الجملة الذي ينتقل إليه فعل أو عمل المسند. يمكن أن يكون المفعول به اسمًا أو ضمير أو صفة، ووظيفة المفعول به هي ذكر من يقع عليه الفعل. لدقمة مثال على ذلك: هيلد آخل تبوخ. هيلد هي الناسية، آخل هي الناسو، وتبوخ هي المساء، وهي من وقع عليه الفعل. همسا متخليك ليش نيسوقين؟ ينقسم المفعول به إلى نوعين. هما النوع الأول مسا ياشير هو بكبل إتها بعولاش لها بوعد هناسو بأوفن ياشير للو من لد يخص بين هناسو لبين همسا، وهو عوني علهش إلوت إتمي أو إتما. إذن المفعول به المباشر هو من أو ما يقع عليه الفعل بشكل مباشر دون وجود حرف جر بين المسند والمفعول به، وهو يجيب عن الأسئلة ما ومن مع إت المفعولية. لدقمة رأينا تعرخة، مثال على ذلك: رأينا العرض. رأينا هي الناسية عمها الناسو، تعرخة هي المساء وهي مساء ياشير. مباشرة بعد الفعل رأينا دون ما يربط بها أي أداة أو حرف جر. أفشار لهكير إتها مساء ياشير قام على يدي عبدا شلعتيم كروبوت كوديم التوها من لائت همشميش تكسيمان هكار شلها مساها ياشير بعفريت. بالإمكان التعرف على المفعول به المباشر أيضا عن طريق حقيقة أخرى، وهي أنه في أحيان كثيرة تسبقه الأداة إت التي تستخدم كدليل للتعرف على المفعول به المباشر في اللغة العبرية. لدقمة بنيامين نتنياهو بتير إت ساقه أصار يأهر لفيل. بنيامين نتنياهو أقاله وزير المالية يائير لافيد. بنيامين نتنياهو هي الناسية، بالطير هي الناسو، سارها أوتسار هي مساء وهي مساء ياشير لأنها سبقت بإت المفعولية. جملة ثانية عندنا: رأيتي إتها السيرة، رأيت الفيلم. رأيتي هي الناسية زائد الناسو، سيرة هي مساء وهي مساء ياشير لأنها سبقت بإت المفعولية.